المقابلة دي يعني هل رد اعتبار نفسي ليكي أنا ما كنتش غلطانة أن أنا أبتدي من تحت الصفر، أنا في جزيرة غمام ولفت النظر بشكل مرعب، مين الست العالمية دي، ممثلة عالمية ودلهاب وكفر دلهاب، يخرب بيت جمالك في كفر دلهاب روايح جمالك، يخرب جمالك. بصي هقول لك يا نشوى، زي ما انت كده ما خدتيش فرصه، انت الكوميدي تمام انا ما عنديش ازمه، الجمهور ما يعرفش نشوى اللي انا بقى شفتها على المسرح تراجيدي وادوار ادوار اللي هي ترج المسرح، ما خدتيش حقك في ده. لا والله لسه لسه انا واثقه من بس ده، بس على الله يلحقوني قبل ما تكمل. لا بعد الشر عليك، لا هيلحقوكي لان انت موهبه. انا بقول ان نشوى، بقول مش بقول ده عشان انت قاعده، انا بقول ده انت عارفه كويس قوي رايي فيكي، ان جوانب كتير قوي انتوا ما شفتهاش من نشوى، بس احنا مشكلتنا ان احنا بنستسهل. نشوى نجحت في دور، هاتوا نشوى في نفس الدور، هاتوا نشوى. صح ده خطا، لان نشوى جوكر تعمل اي دور والله، زي ما انا جوكر ده انت على فكره. بالمناسبه احنا، انا بقول ان الدفعه دي دفعه محظوظه فيها ناس هايله ولسه فيهم جوانب كتير ما تعرفتش بامانه، وان شاء الله ربنا كريم. ردود في اللي الافعال جاي لما الناس، انا متاكده ان اي مخرج في شهر هيقول لك لبنى ايه العق، انت 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 فين؟ أيوة. ردود بحب. الافعال دي بتعمل فيكي ايه؟ بشكر ربنا، بشكر ربنا، لان انا طلبت من ربنا سبحانه وتعالى قبل ما انزل وابدا شغل، قلت يا رب لو انت رايد ان انا اكمل وارجع تاني في المهنه دي انصفني فيها. وبعدين زي ما انت شايف كده انا ما عنديش حد لا اكلمه ولا اقول له ولا اعمل، ومش المفروض كبرياء الممثل الحقيقي هو مش سلعه، ما ينفعش يروج لنفسه زي البضاعه الصيني كده، الو انا بشتغل خدوني. بالظبط بالظبط، انا ما عرفتش اعمل ده، فقررت ان انا اعملها زي ما قلت لي كده، ابداها كاني لسه داخله المعهد، بروج لنفسي، انا اللي بروج لنفسي. فكان دائما ابدا بيجيبوني في التراجيدي والعياط والغلبانه والطيبه، بصي خلاص يعني عارفه، انا بقيت اقرا، بقيت نفسي اعمل دور شر، هموت واجرب نفسي في الشر. فبدايه من كفر دلهاب، انا لما جالي كفر دلهاب ده انا ما فكرتش في حاجه في الدنيا غير ان انا يا رب اعمل الدور ده لما قريته، والحمد لله عملته ما شاء الله عملته. لما جالي بقى جزيره غمام، اوبا، هو شر مختلف، هو مش ساحره، لا لا هو لا شر مختلف، هو سورس الشر، هو الشيطان بعينه، مش سحر، هو الشيطان بعينه. والشيطان مش ساحر، الشيطان وسوسه. ايوه، فانت بتاخدي الدور، وانت مش هقول لك بقى انت بتذاكري، لا بس احنا بنقول للناس عشان الناس ما تعرفش طبيعه، يعني انت بتاخدي الدور اولا بتذاكري، وبعدين بتتفرجي على كل من عمل الدور ده من اجانب، من مصريين، من عرب، عشان تبعدي عن كل سكه اتعملت، وتبداي تحطي بصمتك انت في دور وتذاكري. هو ده اللي بيخليكي تعملي شخصيه ما حدش عملها قبل كده.